السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا مساء الخير. اليوم إن شاء الله بسوي معكم ذبيحة كاملة بالفرن، طبعا أكثر من مرة سوي معكم إن شاء الله بالتفصيل، ولكن تتبيلة شوي تكون مختلفة عن السابق، تتبيلة أكثر. هذه المكونات عندي: كليل الجبل، زعفران، بابريكا، زيت زيتون الغالي، وعندي ثوم مهروس وملح خشن. أول شيء بحط التتبيلة كلها مع بعض: كليل الجبل، ثوم، بسم الله، زيت زيتون شوي ما شاء الله تبارك الرحمن، الملح، البابريكا، آخر شيء الزعفران. أخلط المكونات كلها مع بعض. هذه التتبيلة شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، على طول أحطها فوق الذبيح. هذه الصينية اللي بحط فيها الذبيحة، حطيت بصل مقطع شرايح، عندي بهارات صحيحة: كمون، فلفل أسود، وأيضا كزبرة ورقار، وحطيت عليه رشة زيت زيتون. أول شيء بحط عليه ورق زبدة. غلفت بالألومنيوم بشكل ممتاز. الحين على طول بدخل الفرن. مكونات المعكرونة: عندي طماطم، بصل، فلفل رومي، كلهم لازم يكون مقطعات بشكل صغير. البهارات: عندي بابريكا وبهارات مشكلة أو بهارات كاري، وملح، معجون طماطم، وزيت زيتون، وسلقت السباجيتي 3/4 سطوة. حطيت زيت زيتون كمية رايحة. الحين بنزل بصل، فلفل رومي، أقر معي البصل والفلفل، بحط الطماطم، بحط معجون الطماطم، البهارات والملح، حطيت شوية ماء. الحين بنزل المعكرونة، حركت لمدة 3 دقائق. خلاص كذي صارت قياسة. الحين بسكر عنها النار، بحطها على الجنب. إن شاء الله الحين بسوي أحلى كوب. بما أن اليوم يعني ضيوف وغاليين علي، راح استخدم هذه الدلال. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هذه دلال مغص اللواني. الحين أول استخدام، طبعا لازم نحط فيها ماي ساخن. وهذه كذلك جزة القهوة. الحين دور الشاي. طبعا شاهي سنجيل غني عن التعريف. ان شاء الله الحين بسوي بشاور. حطيت سمن وشحم، وعندي بهارات صحيحه كل الانواع مع البصل. اول ما تطلع ريحه البهارات احط الماء، بحط مقدار الملح، ان شاء الله الحين بصفي الماء مع البهارات الصحيحه والبصل. حطيت البصل المقلي والزبيب والزعفران. الحين ان شاء الله بسكر عليه لمده 25 دقيقه. ذايب اللحم خلاص جاهز 100%، كمل معي 3 ساعات. الحين ان شاء الله بحمره من فوق. هذه مكونات مع بوكي الباذنجان. عندي باذنجان مقطع شرايح، طماطم، ايضا ثوم مقطع شرايح، فلفل حار على حسب الرغبه، ورق كاري، ثوم مهروس، وعندي كمون حب، وخردل، وكزبره حب. حطيت الصاج وبخ عليهم بخاخ الزبدة. أشوي الباذنجان.
شوف تبارك الرحمن هذا التحمير المناسب. حطيت كمية رايحة من زيت زيتون، الحين بحط البهارات صحيح. وعلى طول احط الثوم مقطع شرايح، ورق الكاري، الفلفل الحار، وعلى طول الطماطم. احط الثوم المهروس، احط الباذنجان المشوي، وابدا احط حطيت بابريكا وبهارات كاري وملح. الحين نخلط مع بعض. اخر شيء احط عصير ليمون. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه الذبيحة الله يطول عمركم بعد التحمير خلاص كذي جاهزة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الشكل النهائي لوصفتنا اليوم. علينا وعليكم بالف عافية رب العالمين. شوفوا ما شاء الله اللحم كيف ذايب، خليني اوريكم حبة عيش الوزير.